هذا السارق لا يعلم بأنه يتم تصويره. الكنديان أليكس هينيسي ومايك غرازيانو يحاولان السفر إلى 195 بلداً، ولكن خلال جولتهما على الدراجة في بيونس آيرس في الأرجنتين شهد هذا الحدث. ظن أليكس أن الرجل كان مجرد سائق سيء، ولكنه لحق به ليسرق حقيبته وهو يقول أعطني حقيبتك بلغته. وبينما تظاهر أليكس أنه لا يمكنه فهم ما يقوله الرجل، أتى صديقه مايك لينقذه، وكانت الحقيبة مليئة بمعدات ثمينة للكاميرا يصل سعرها إلى 4000 دولار. وعند وصول صديقه ظهر شهود عيان آخرون وشرطة لينقذوه أيضا. حدث هذا كله وأليكس غافل عن وجود كاميرا جو برو على رأسه يسجل فيها كل ما حدث. I've got that entire thing on my GoPro right now. Migo, Migo, Migo!